نبدأ كتاب الترمذي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين وأدم لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال الإمام الترمذي ورحمه الله تبارك وتعالى في سننه كتاب العلم، قال: باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى الزهري الإمام المعروف المشهور، وهو شيخ الإمام البخاري وهو قرين الإمام أحمد بن حنبل. محمد بن يحيى الزهري كان من الأساطير المحدثين، لكنه حسد الإمام البخاري فحدث ما حدث بسبب هذا الحسد. لكن شوف، لما حسد البخاري، أين البخاري أين محمد بن يحيى الزهري، مع أنه لا يقل عنه بحال من الأحوال، لكنه حسد على ما منحه الله جل في علاه. هو شيخ الإمام مسلم أيضا، لكن هجر الإمام مسلم وترك مجالسه من أجل الإمام البخاري. عندما أخذ الحديث علة الحديث وقبل البخاري، قال: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وأستاذ المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد. هو روى له الجماعة. كان البخاري دائما عندما يروي عنه يعمي، كان يعمي عنه، يعني ينسبه لجده. فعلة مسلم هي الأصح، كان يأخذ ما عنده من علم ثم تعلم. كان يأخذ ما عنده، لكن هو كان اكتفى، والله أعلم، كان اكتفى منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو من الثقات أيضا، روى له الجماعة. عن ابن ثوبان. لو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان هو من الثقات. قال: عن حسان بن عطية. أيوة، أيضا حسان بن عطية أيضا من الثقات، من الثقات تبعي. قال: عن أبي كبشة السلولي. نعم. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص هو من العبادلة الأربعة. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. احنا بينا قبل ذلك التوجيهات الكثيرة على قول الإمام الترمذي ما حديث حسن صحيح، كيف جمع بين الحسن والصحة. أريد بعض التوجيهات من الأفاضل. قلنا هناك راوي اختلف فيه علماء الجرح والتعديل، منهم من قال هو صحيح الحديث تمام الضبط، ومنهم من قال لا خفيف الضبط، فجمع بينهم الإمام. هذا إذا قلنا حسن صحيح، إيش له طريق واحد غريب، فيكون اختلف في الراوي. أما بالنسبة لو له أكثر من طريق، يكون طريق حسن وطريق صحيح، أو أنه يقول يقصد بذلك هو صحيح الإسناد لكنه حسن المتن. نعم. قال قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. بندار صيغة ثبت، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عاصم. الضحاك أبو عاصم النبيل من ثقات الأدبات. قال: عن الأوزاعي. علامة الشام هو من ثقات الأدبات. قال: عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد البخاري أيضا. عامة الحديث هذا حديث عظيم، فيه فضل من يحمل العلم وينشره بين الناس. إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فيها الحث والتحضيض على التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير جاء في غير ما موضع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء ضمنا أيضا في كتاب الله جل في علاه في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. واختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. المقصود بالآية هنا الآية من الكتاب، فيكون المقصود هو بلاغ الكتاب، وأغفل الكلام على التبليغ عن السنة. فبعضهم فهم ذلك وقال المسألة على القرآن، ومن باب أولى يكون السنة. إن كان القرآن الذي قد أخبر الله جل في علاه بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن باب أولى يكون السنة. والحق أن هذا أيضا التقرير فيه نظر، لأن قول الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر ينزل تحته القرآن والسنة، ولأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لا سيما في قول الله جل في علاه أنه قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فيكون القول هنا بمعنى بلغوا عني ولو آية القرآن والسنة وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية وكل هيئات النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك درج المحدثون على أن ينظروا إلى كلية الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغونها للناس. قال بلغوا عني ولو آية، وفيها أيضا فضل التبليغ. قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال بعض العلماء العصمة على قدر البلاغ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب، وكان السلام يقر بذلك عندما يتناوب أصحابه في الجلوس إليه يبلغ بعضهم بعضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل الرسل إلى كسرى وقيصر هذا بلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، لأن فلاح الناس وأيضا إقامة الناس أو قامة دين الناس واستقامة دين الناس لا تكون إلا بالكتاب، أيضا بالسنة، والسنة مبينة للكتاب. بلغوا عني ولو آية. قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقول سلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، عن لا حرج عليكم أن تحدثوا عن بني إسرائيل، لكن لا يكون التحديث عن بني إسرائيل فيما خالفه الشرع، لأن الكلام عن بني إسرائيل أو ما ورد عن بني إسرائيل له مراتب ثلاث. المرتبة الأولى ما جاء شرعنا بنسخه أو جاء شرعنا بتكذيبه، فهذا لا يجوز الحديث عنه إلا ببيان حاله في هذا الباب، كالطهارة بالمقاريض وغير ذلك. كل ذلك لابد أن يذكر معه الناسخ من شرعنا. والثاني ما جاء عن بني إسرائيل وقد أقره الشرع ولم ينهى عنه ولم ينسخه، وهذا يقال على أنه تشريع لنا بإقرار شرعنا له، كقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر ما جاء في الآيات. والثالثة هو الذي لم يأتي من شرعنا ما ينكره وما يأتي من شرعنا من ما يقره، فهذا كما قال السلام حدثوا بقى عن بني إسرائيل ولا حرج. ما الفائدة من تحديث عن بني إسرائيل في هذا الباب؟ الصحيح أنه قد يكون في التحديث عنهم عبرة يعتبر بها الإنسان، والسعيد من وعده بغيره فيعتبر بما جاء عن بني إسرائيل، مثلا كأن تحدث عن بني إسرائيل بما حدث في البقر التي يتكلم عنها الله تعالى بإجمال في الكتاب، فأنت تأخذها بإسهاب مما ورد عنهم فيما حدث مع موسى عليه السلام، أو في الكلام على فتح يوشع بن نون، أو الكلام على مسائل كانت في بني إسرائيل يستفيد منها أهل الإسلام يعملون بها، كبغايا بني إسرائيل كالبغي التي كانت من بني إسرائيل، وجاء الشرع بقص حكايتها لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها فغفر الله، يعني كل هذه جبال السيئات غفر الله لها بسبب سقيا الكلب. المسألة دائرة على فضل الله الواسع ورحمة الله ومغفرة الله جل وعلا. اللهم اشملنا برحمتك ومغفرتك وأنت أرحم الراحمين، وأيضا على القلوب وصدق القلوب وإخلاص القلوب مع الله جل وعلا. لذلك قال مسلم أحدث هنا أمر، ولكنه أمر على الإباحة، أمر إرشاد وإباحة وليس أمر وجوب بحال من الأحوال، وإلا فهو ليس من شرعنا. أحدث عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. قال ولا حرج، لا حرج عليكم، لا إثم عليكم في ذلك. ولا حرج هي الصارفة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب إلى الإباحة. قال ولا حرج، ورفع الحرج ورفع الجناح يدل على الإباحة. قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالتحديث عن بني إسرائيل الآن لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ مقعده من النار. وقد فصلنا القول في القول بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا أو الكذب ظنا، أنه قال من حدث بحديث يرى بأنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، نعوذ بالله من الخذلان، أو أحد الكاذبين على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك. فإذا هذا الحديث برمته يبين لنا فضل العلماء، يعني هذا الحديث بأصله فضل، يعني هو أساس من الأسس التي نتكلم بها عن فضل العلماء، لأن العلماء هم الذين صدروا أنفسهم بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يبلغون الأمة عما جاء عن رسولها صلى الله عليه وسلم، فتتعلم الأمة وتعمل لدين الله جل وعلا وتعبد الله توحيدا. فبلغوا عني ولو آية، هذا فيه ما فيها من فضل كما قلنا لهذه الأمة، أن البلاغ الأصيل في العلماء الذين هم نزلوا منزلة الوكيل، الذين أنزلهم الله منزلة الأصيل بعد ذلك في البلاغ عن النبي الأمين، يحملون ويعلمون الناس، وليس شرطا في البلاغ العمل بما يبلغ به، لا شرط في البلاغ العمل، وإن كان هذا هو الأفضل والأكمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. كل الناس هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا
كل الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم. لذلك لابد من العلم. قال بلغ عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقلنا البلاغ لا يشترط فيه العمل، والأكمل أن يعمل الإنسان كما كان أحمد يروي حديث أبي طيبة أنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم دينارا أو أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على ذلك، فكان أحمد يذهب ويحتجم محرما من أجل أن يعطي الأجرة للحجام وأيضا يعمل بذلك تطبيقا من باب العمل. فلكنه كما قلنا الأصل البلاغ، لأن المبلغ في ذلك قد وصل الخير للغي، والمبلغ أيضا قد لا تكون له الهمة في العمل، ويكون السامع له الهمة في العمل دون الحفظ ودون نشر ذلك بين الناس، فهم يشتركون في الأجر بذلك. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الباب يكون قد انتهى في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة: فضل البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الآية، ما معنى الآية؟ الآية هنا ليست مقصودة الآية من الكتاب، الآية هنا بمعنى كما قال العلماء بمعنى الكلام المفيد الذي يعطي حكما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كقول الله تعالى تعاون على البر والتقوى. فتكون الآية بالحكم الذي يكون فيه فائدة يعمل بها. إذن الفائدة الثالثة أو الرابعة، خلاص، هي ذم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي. نعم، ومن الثقات. قال حدثنا أحمد بن بشير. أحمد بن بشير المخزومي مولى عمرو بن حريث أبو بكر الكوفي، صدوق لكن له بعض الأوهام. قال عن شبيب بن بشر. ابن بشر أو ابن بشير كما قال بعضهم، أو ابن بشير البجلي الكوفي، عنده أخطاء لكنه صدوق، حديثه حسن. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك وابن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يتحمله، فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: إن الدال على الخير كفاعله. وفي الباب عن أبي مسعود البدري وبريدة قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول هو هذا حديث غريب، كما قلنا إذا ألمح الإمام الترمذي وقال هذا حديث غريب يعني يشير إلى ضعف الحديث. وفي الحديث كما قلنا شبيب ابن بشير أو ابن بشير أو ابن بشر، نعم، كما قاله العلماء فيه كلام، وصدوق له أخطاء، وأيضا تلميذه أحمد أيضا فيه بعض الأوهام. قال طيب ماشي هذا الحديث الثاني. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمود بن غيلان وهو من الثقات. قال حدثنا أبو داود. نعم، قال طرسي. قال أنبأنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال عن الأعمش سليمان بن مهران. طبعا تعلم سليمان بن مهران من أساطير المحدثين، وشعبة يكفينا تدليس الأعمش. قال سمعت أبا عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني واسمه ابن إياس، وأبو مسعود بدري اسمه عقبة بن عمرو. أبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس وهو من الثقات. قال يحدث عن أبي مسعود البدري أن رجلا هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الصحابي الجليل، نعم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال: إنه قد أبدع لي، قد أبدع لي، قد أبدع، قد أبدع لي، يعني هو يعني الجمل أعيا، كالجمل الذي أعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدع بي. فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت فلانا. فأتاه فحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. الله أكبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، وأبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه الحديث تدل لنا دلالة واضحة على أمر جميل جدا في هذا
في هذه الشريعة، بأن الإنسان حتى وإن لم يكن يستطيع أن يحمل أحدا، فإن دل على من يحمل فكأنه حمل. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل هذه الشريعة الغراء، وأن من انتوى خيرا إن لم يفعله على عجز منه، وإن لم يفعله على أمر لا يستطيعه، فإن الله تعالى يرقيه هذه المنزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله المال والحكمة والمال، فوصلت الحكمة على المال فيعرف فيصل فيه رحمه ويعرف ربه حقه، قال: فهذا بأرفع المنازل في الدنيا. قال: ورجل آتاه الله الحكمة ولم يؤتيه مالا، قال: لو أعطاني الله مالا مثل ما أعطى فلان، أو لو منحني مالا مثل ما منح فلان، لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. قال: فهما في الأجر سواء سواء، فهما في الأجر سواء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على خير كفاعله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن أعظم الحظ والنصيب يدخل في ذلك هم العلماء الذين يدلون الناس على الخير، وإلا ما يفعلوا به، لأنه في ذلك فعل الخير، لأنه دل على خير، وأي خير يدل عليه مما من البوابة السريعة التي يسير فيها على ضرب المرسلين وضرب الصالحين، ويصل بها آمنا سالما يوم القيامة عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على الخير كفاعله. وهذا الحديث الأول أن رجل جاء يستحمله فلم يجد عنده ما يتحمله، فدله على آخر فحمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على هذا الذي دل على الآخر الذي حمل، الذي حمل أخذ الأجر، أجر الحملان، الذي حمل أخذ الأجر، والذي دل عليه أخذ الأجر. وذلك المتصدق، المتصدق عن غيره له نصف الأجر أو له مثل أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يدل على المتصدقين متصدق كالمتصدقين. وذلك هو ثلث في الباب بحديث: الشفاعة أجره يقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فقال: الدال على خير أو على الخير كفاعله. فيها كما قلنا الدلالة واضحة جدا على رحمة الله جل في علاه، وسعة عطاء الله، وجود الله جل في علاه على إعطائه لعباده الذين لا يستطيعون الفعل ويتمنون فعله، فأن الله تعالى يكسبهم الأجر. لذلك أن الله تعالى إذا صدق المرء العبد الشهادة لله جل في علاه ولو على سريره أنزل الله منزلة الشهداء. المسألة دائرة على صدق القلوب، من صدق الله صدقه الله جل في علاه، فمن صدق أن يكون لله صدقه الله تعالى وجعله لله، من أراد الله أراد الله له ما يريد. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، واجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد سبحانه جل في علاه. وإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين سعة هذه الشريعة، وبين فضل الله على عباده، وطول إحسانه سبحانه جل في علاه، بأن الدال على الخير كفاعله. وهذه أيضا تعطي الهمم للعلماء وطلبة العلم أن ينشروا ذلك بين الناس، لعل مستمع يستمع لهذا الخير فيعمل به، فيكون الأجر لهذا الذي دلهم على هذا الخير. إن الدال على الخير كفاعله. وأيضا في الرواية الأخرى: الرجل الذي أبدع به، يعني أعيا جمله فما استطاع أن يسير به، فدله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دله على من يعطيه حملان. فلما دله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذه تجعل الإنسان في همة عظيمة، وأن الجنة حقا أقرب ما تكون إشراق نعل الإنسان، وأن أبواب الخير مفتوحة على أبواب على منصب صراعيها، وأن كل إنسان أراد الله جل في علاه وأراد طريق الله جل في علاه فتح الله الأبواب بأسرها حتى يصل من أي باب يدخل. وقد يدخل الإنسان من كل هذه الأبواب كما قال أبو بكر: مع الإنسان أن يدخل من هذه الأبواب، قال أو يدعى من هذه الأبواب، قال: أنت منهم، على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والمسألة مسألة همم، لكن كما قلت وإن تقاصرت الهمم فإن المرأة يشارك الآخر في الأجر. وكما قلت، الأغنياء الأثرياء الذين لا يعرفون ماذا يفعلون بأموالهم، فإن أخذ عالما أو طالبا العلم فكفاه يعني مؤونة الدنيا، ويعني قال له: الآن أنت تكون في 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 دائرة العمل لدين الله جل في علاه، تبلغ وتعلم وأيضا تتعلم، وأنا أكفيك كما قالت أم الثوري بمغزلي، وأنا أكفيك هموم الدنيا، شارك أو في الأجر. ما من حسنة إلا هو يأخذها، ما من حرف إلا وله فيه الأجر. لكن سبحان الله، يعني من لا يتقن ولا يحسن أن يتعامل مع خيرات الله ونعيم الله جل في علاه يمكن أن تسحب منه. نسأل الله ألا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له. هذا الحديث الثاني في أو الباب الثاني في كتاب العلم، نكتفي به ونأخذ الفوائد المستنبطة، ولا في أي أسئلة سنكون تحت إعلامهم. لكن هو حديث من عمل حديث الدل على الخير كفاعله نكتفي به كفاية تامة على أن كل إنسان له نية صالحة بأنه يرتقي المنازل التي لم يستطع أن ينتقل إليها أو يرتقي إليها بعمله، فإنه إن عضد من يستطيع أن يفعل ذلك له مثل أجره. وهذا اسمه إتقان فقه التعامل مع الله
جل في علاه. ولذلك انا اعرف طالبا العلم كان يعني كان يتمنى ان يجوب الارض شمالا وجنوبا، ان يسعى لنشر التوحيد او دين الله في علاه، فان سمع باحد يجوب هذه الارض يدعو له بحيث ان هو يشترك معه في الاجر في هذا الباب على التوفيق والتيسير. والحق بان الانسان لا بد ان يكون سريع الهمه، يكون يعني كبير العمل، وان يطبق ذلك ارضاء لله جل في علاه. وان حدثت الزلات والهنات وان سقطت السقطات فالله جل في علاه غفور رحيم، عليه ان يتوب صادقا ويؤوب لربه جل في علاه حتى يستعمل استعمالا يعني صحيحا. الفوائد المستنبطه في ذلك: يدخل الجنه اناس افدتهم كافده الطير. من وين بقى هذه؟ ممتاز. قال هذا ابن فلان، فاذا هذا صحيح انه يدل على غيره. هذه فيها دلاله واضحه جدا على نقاء القلب، وان هذا القلب لا يحمل حسدا ولا حقدا ولا غير ذلك حال من الاحوال. هذه مساله من الاهميه بمكان، بان القلب التقي النقي يحب الخير للغير، وايضا يدل على هذا الخير للغير. لذلك نقول يدخل الجنه وناس افئدتهم كافئده الطير. الفائده التي تليها: التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب. لذلك الإنسان قال ائت فلانا فأتاه فحمله، كأنه يقول أن يفعل الناس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالإرشاد إلى الدلالة على الخير. تبقى لنا الفائدة الثالثة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فله مثل أجره، له مثل أجر فاعله. هل المثلية هنا مثلية مطابقة في كل حال أم لا؟ الحق أن المثلية موجودة، لكن المضاعفة تكون لصاحب الفعل فيتفوق عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات قل هو الله تعد سورة القرآن، يعني من قرأ ثلاث مرات كأنما ختم القرآن. نعم له مثل أجر من ختم القرآن، لكن هناك المضاعفة مختلفة. المثلية ليست كالمطابقة من كل وجه، ليست مطابقة من كل وجه. هو نعم له مثل أجره لكن مضاعفة لمن فعل. وأيضا قد يكون الذي فعل ذلك زادت التقوى في قلبه بسبب هذا الفعل، أنه طبعا تعلمون أن المال ميال، وأن الإنسان يصارع نفسه من أجل إخراج هذا المال، فهو يستفيد من ذلك رفعة في قوة الإيمان وعلو سهم الإيمان، وأيضا مسألة المضاعفة. وأما الدال فما له إلا مثلية الأجر فقط. يبقى الكلام في قول الترمذي وفي الباب عن أبي مسعود وبريدة، حديث أبي مسعود فأخرجه الترمذي بعد هذا، وأما حديث بريدة هنا الآن، أما حديث بريدة فأخرجه أحمد أبو يعلى والضياء عنه مرفوعا: الدل على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. الدل على خير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. وتكون رحمكم الله، وتكون إغاثة اللهفان هنا إغاثة، تكون إغاثة اللهفان هنا إغاثة بالقول وإغاثة بالفعل وإغاثة بالدلالة، وفي ذلك الخير. نعم، بهذا نكون انتهينا من أبواب كتاب العلم في أبواب الترمذي.